تنظيم علاقات الدولة من حيث هي سلطة عامة. وكذلك بينت القانون الخاص وما يتناوله. يتناول القانون الخاص تنظيم علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم، تنظيم علاقات الدولة بالأفراد والجماعات إلا ما لا تكون فكرة السلطة العامة محل اعتبار لهذه العلاقات. قواعد القانون العام تنظم الأمور التالية: أولا الدولة، ثانيا ممارسة القاعدة، ممارسة القواعد القانونية، ثالثا بيان الحقوق والواجبات، رابعا العلاقات، خامسا تنظيم الشؤون. وكذلك قواعد القانون الخاص تنظم ما يلي: علاقات الشخص الخاص طبيعيا كانت او معنويا تجاه بعضهم البعض. الثاني علاقة الشخص الخاص بكل قسمه مع الشخص المعنوي العام. وأخيرا تعرضت للموضوع الذي يخصني في هذا العرض، وذلك هو الكلام عن معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص. ومعايير التمييز لهذين النوعين ثلاثة، لنا ثلاثة معايير. المعيار الأول معيار المصلحة، والثاني معيار طبيعة القاعدة القانونية، والثالث معيار السيادة، وهو المعيار الراجح للتمييز بين النوعين العام والخاص. فلنفهم حقيقة معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص. إذن أولا لا بد من معرفة القانون العام ولا بد من معرفة القانون الخاص قبل أن يكون معايير التمييز بينهم. تقسيم القانون، يقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص. القانون العام في اللغة الإنجليزية يقال public law أو droit public بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة ضربا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة. القانون الخاص في الإنجليزية private law أو droit public عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة. وعلى هذا الأساس فالقانون العام يتناول نوعين من التنظيم: تنظيم الدولة ذاتها لسلطتها الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتنظيم علاقاتها من حيث هي سلطة عامة أو صاحبة السيادة وغيره. فإن للدولة أنشطة تجارية وصناعية وزراعية وخدمات عامة تتعاقد مع ذات الأفراد كشخص عادي لا كصاحبة سلطة. وأما القانون الخاص فإنه يتناول تنظيم علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم، كما يتناول تنظيم علاقات الدولة بالأفراد والجماعات عندما لا تكون فكرة السلطة العامة أو فكرة السيادة محل اعتبار في هذه العلاقات. فقواعد البيع
والشراء والزواج والطلاق والإرث والوصية والتجارة وضرائبها تعتبر من قواعد القانون الخاص، لأنها تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم. وأما عقود الكهرباء والمياه والغاز والمحروقات والبريد والهاتف والحمل والنقل ونظريها، فهي وإن كانت الدولة مطلقة بها إلا أنها من القانون الخاص فالصنف الأول أيضا. وعلى أساس ما مضى بيانه من المصطلحات يمكن أن نقول أن القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأمور التالية: أولا الدولة، الدولة كوحدة سياسية مستقلة. ثانيا ممارسة السلطة في الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد. ثالثا بيان حقوق وواجبات الحكومة والشعب في قبال البعض. رابعا العلاقات الإدارية والمالية والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على أساس أعمال السيادة لا الأعمال الإدارية العادية. خامسا تنظيم شؤون شخص المعنوي العام إقليميا كان أو مرفقيا، والإقليمية إما مركزية أصلية وهي الدولة، وإما محلية وهي المحافظات والمدن والقرى، محافظات والمدن والقرى. ثانيا أن قواعد القانون الخاص هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا تجاه بعضهم البعض، أو علاقة الشخص الخاص بكل قسمه مع الشخص المعنوي العام فيما كانت أعماله إدارية عادية كمسألة الكهرباء والمياه والحمل والنقل في مرافقه الخاصة والعامة. والحاكم أن العلاقات القانونية في القانون العام تقوم على أساس السيادة وعدم تساوي أفراد العلاقة، بينما تكون العلاقات القانونية في القانون الخاص على أساس المساواة بين أفراد العلاقة. فالقانون العام هو قانون السلطة العامة، هو قانون الهيئات، هو قانون لا يرعى المصالح العامة مصالح عموم الأفراد. أما القانون الخاص فهو قانون الأفراد، هو استعتبار الإرادة وسيادتها، هو قانون حرية الأفراد في تنظيم علاقاتهم فيما بينهم. ولا شك أن اختلاف هذين القانونين ناشئ من التعارض بين الحياة العامة والحياة الخاصة، فالحياة العامة قائمة على فكرة انعدام المساواة بين الفرد والدولة، أما الحياة الخاصة تستند إلى اعتبار المساواة التامة بين الأفراد في أوج نشاطهم. هذا التعارض اضطر وجود هذين القسمين منذ أمد بعيد لكل قواعد الخاصة وروحه التي تميزه عن الآخر. الأمر الذي أدى إلى انقسام الفقهاء إلى قسمين، طبعا لذلك فيقال بوجود فقهاء للقانون العام وبوجود فقهاء للقانون الخاص. معايير تمييز بين القانون العام والقانون الخاص. لقد نظر الفقه على عدة معايير بمعرفة ما إذا كنا بطلب القانون العام الخاص، وتمثل في ثلاثة معايير كما ذكرنا. المعيار الأول أن معيار المصلحة، ومعداه أن قواعد القانون العام
تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والفرنخة يعني إلى تحقيق المصلحة الخاصة، إلا أن هذا المعيار انتقل، لأن كل القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق الصالح العام. الثاني، معيار طبيعة القاعدة القانونية، فقواعد القانون الخاص هي قواعد مالية، كتلك المنظمة للمعاملات العينية التي تنشأ بشكل عقود وتخضع لأحكام القانون المدني، عكس القانون العام، وهذا المعيار بدوره لم يسلم من النقد. ثالثا، حتى القانون العام تضمن قواعد قانونية ذات الطبيعة، تضمن قواعد قانونية ذات الطبيعة المالية، فقواعد القانون المالي. والثالث، معيار السيادة، وهو المعيار الرابع للتمييز بين النوعين. فإذا قلنا بثلاث قواعد قانونية تنظم علاقتان تكون الدولة أو أحد عناصرها، نقول بثلاث قانون عام. أما إذا كنا في علاقة لا توجد الدولة أو أحد عناصرها، نقول بثلاث قانون خاص. من خلال هذا الدرس نقول قد ألممنا ولو بصفة موجزة مفهوم كل من القانون العام والقانون الخاص ومعايير التمييز بينهما، مع الإشارة إلى أن كلا النوعين يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع مع تحقيق التوازن الاجتماعي بين مصالح الأفراد ومصالح دولة مختلفة. ختام المسك يحلو باتفاقي، وقد أختاره دون اختلاف. فقبل أن أنهي إلقاء هذا العقد، فلابد من ذكر بعض من المراجع. مدخل للفنون القانونية للدكتور حبيب إبراهيم، والمدخل إلى القانون دكتور حسن قيرة، نظرية القانون والحق دكتور إسحاق منصور، المدخل للفنون القانونية دكتور رضا خرج، وأخيرا أقول خذ القانون فنا، حبيب الشارع الحق الشكورة، إله العالمين مبيد حوري، أسوق صببة نحو الحضور، فحال الأرض للجيش المزيد، ويحييها نباتا بعد موتي، ويسقي الخلق من ماء طهور. تعالوا واسمعوا أخبار شعري يدلكم على الشخص الوفور، ينشط بالفصاحة كل عقل، فهذا الدين رحب بالسفور. أيا دكتور قد أوتيت صونا من الأملاك بالوعي المنير، ومن كل الوجوه محط جهلا خصوصا بين طلاب النظير، جزيت بكل خير يا سفوري، فقيت الشر يا أهل الخير، وأنتم أيها الزملاء سبتم، فصورتكم محطرة المصير، خذوا القانون فنا مستقلا، وقالوكم له خير النصير، فإن لم يوجد القانون حالا لنصبح مثل أصحاب السعير. ويعقل بابنا بعض الجلالة حقوق الخلق الجندى أم بصيري، على المختار صلوا يا خيار، على المختار صلوا يا خيار، مع تسليم الجندى وصدق التسليم. أقول قولي هذا وأسأل
لله ولكم بكل ذنب وحاول ربنا ان يتم وتنازل بخير حليم. اشكرك الخاتم على هذا العرض الجيد الذي حقق بنا واجاد به واجاد وميز بين القانون العام وبين القانون العرب ومعيار تفرق بين القانون العام والقانون الخاص وبين بان القانون العام يبني على المصلحه العامه وبين القانون الخاص بانه يبني على المصلحه الشخصيه. وبالتالي اعطاكم خلاصه والذي اعطاه والذي تحدث عنه هو لا يختلف باثنان. وسبق حينما تناولنا قلنا بين الفرق بين القانون العام والقانون الخاص قلنا بان القانون الخاص هو الذي ينظم علاقات الافراد فيما بينهم وبالتالي هو اقحم عقد الزواج. ولو ان جل الفقهاء لا يتفقون على اقحام عقد الزواج والقانون الخاص لان الله سبحانه وتعالى اعتبر ميثاق غريب. وبالتالي ونحن الفقهاء الذين اقحموا عقد الزواج من العقود الخاصه ولكن جل الفقهاء يعتبرون بانه استثناء من لانه لا يعتبر من المعاملات التجاريه لما سبحانه وتعالى وقتوا كفايه اعتبره ميثاق غريب. وبالتالي الفقهاء اعتبروا له طبيعه خاصه. ذنب في مصدر الارض كنا في القانون العام ان الدوله تكون فيه كترد سياده حينما تريد ان تكون تربط تتعاقد مع الدوله ان الدوله لها سياده وبالتالي تتعاقد معها. حينما يقع النزاع بين الاداره وبين الدوله لا تجد الى القانون العام هو القانون الاداري الذي هو جزء من القانون العام. وبالتالي لا نلجا الى المحاكم التي تطبق لنا القانون الخاص بخلاف ذلك يكون اجير خدام في الشركه وكذا وقع النزاع بينه وبين شخص اخر فنلجا للمحكمه لتطبيق القانون الخاص وهو ما اخذ به الطالب الذي اجاد في بحثه وتعرض لجميع النقاط ومشكور على هذا الرد القيم. إذا غادي نسمع الله المدير تفضل. إذا غادي نقول